بالنسبه للرياضه على بقيه هي صعيبه بزاف، يعني باش تقدر توصل وتقدر توصل لهاد الاهداف ديالك يعني خصك تدوز من تضحيات كبيره وتكرفيس بزاف كما قلتي. فانا شخصيا عانيت من هذا الامر هذا، يعني دوز ما كنقولش عانيت الحمد لله، لان هذا عمل ديالي يعني خصني ضروري نتحدى جميع العوامل اللي غادي تحيط بيا. فمثلا انا يا المعسكرات ديالي كلها كناخذها بمدينه شفران، يعني كتحتم عليا نكون في الوقت ديال البرد ولا الثلج ولا يعني كندوز سنه كامله تما، يعني في مرتفع كذلك هو صعب تدرب في مرتفع. ولكن الحمد لله هذا كامل كيعطيك واحد القوه كبيره باش انك تمشي الاهداف ديالك. وكما قلتي فاش كتربح كيفاش غادي تبقى مكمل؟ فهنا كيرجع الدور ديال الناس اللي دايرين بك في العمل ديالك، منهم كذلك المدرب ديالي. فلما كنربحوا اي سباق او العاب اولمبيه او بطوله العالم فعندنا وقيله الفرحه 24 ساعه فقط.